أعوذ بالله من كل شيطان وبسم الله بسم رحيم الرحمن استعاذة بالله من كل شيطان وبسم الله بسم رحيم الرحمن رب عالم خالق الأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام السخي البنان بدأت ببسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا وبعد أيها الإخوة الأحباب أحباب محمد خير الصحابة وخير من تلفع في ثياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه الى حضرته البهية وأدناه واعطاه حتى ارضاه وضمه الى حضرته البهية وارضاه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى سررت ليلا من حرم الى حرم كما سر البدر في تاج من الظلم سررت ليلا من حرم الى حرم كما سر البدر في تاج من الظلم وبدك ترقى الى امنت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترد وبدك ترقى الى امنت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترد وقد تمات جميع الانبياء بها تقديم مخطوم على خضم وانت تخترق السبع الطباق بهم كنت فيه صاحب العلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة يا ربي ترضيه وترضيك عنا يا رب العالمين اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما الى روح كريمة صعدت الى رب كريم تكريم الامة الراحلة التي عاشت الحياة بحلوها ومرها والدة العمدة الحاج آسر جميل والأستاذ نادر محمد نادر جميل فباسم العائلة الكريمة وباسم العمدة الحاج آسر وأخيه الأستاذ محمد يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل إلى من أتى إلى هذا المكان ليقدم ويشارك في تقديم واجب العزاء سائلين المولى عز وجل أن تكون نور التلاوة القرآنية المباركة التي تبلى في هذه الليلة القرآنية نورا يتقاطر على قبر الأمة يا رب العالمين فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لنعطر المكان بآيات الرحمن آيات
الإيمان القرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ له في قلوب العارفين والعالمين حب، قارئ تربى وترعرع وعشعش وسكن في جدران بيته القرآن الكريم. ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. نبت بيت القرآن، نبت بيت الأعلام الطاروتي القارئ بالإذاعة والتلفزيون بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت مركز زقازيق الشرقية. يتفضل منا مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب المحمود سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسلم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
النبي الله. أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم صدق الله واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرم إليكم الكفر والفسوق والعصيان
Oh,
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين
اللهم صل على سيدنا النبي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا ولا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا Bye.
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض.
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما in ذلك رجل
لنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلا كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم ايات الله البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز زقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية المتنقلة عبر المحافظات وتقر له الإذاعات الخارجية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعواصم مركز هي بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل مفخرة الفراشة وأحدث تقنية في عالم الفراشة قصر الضيافة المتنقل الذي كمل وجمل ب
بمعرفة الحاج فتحي صابر والمقيم بعرب الرملية مركزي بالبيس بمحافظة الشرقية. الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الذهبية الحديثة الكبرى أقامتها لقب شركة توزيع الحفلات الكبرى تحت إدارة المهندس حمادة عبد العزيز محروس والمقيم بعرب الرملية مركز بلبيس الشرقية خدمة الضيافة العالمية والمتنقلة عبر أنحاء مصر فهي للمميز دائما المتر محمود صابر والمقيم بالتل الكبير الإسماعيلية. خدمة النت العالمية عبر العالم والأوسع انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي فهي لعديد مصوري مصر المهندس ناصر صلاح تحت إدارة المهندس محمد ناصر صلاح والمهندس صلاح ناصر صلاح بمدينة الزقازيق في الشرقية. كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة وعنهم العمدة الحاج آسر جميل والأستاذ محمد نادر جميل والعائلة الكريمة جميعهم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أتى وحضر ليقدم ويشارك واجب العزاء كل أحد باسمه الذين جاءوا جميعا ليشاركوا واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة في وفاة الأم الراحلة رحمة الله عليها سائلين المولى عز وجل أن تكون نور التلاوة القرآنية التي تتلى في هذه الليلة القرآنية نورا يتقاطر على قبر الأم الكريمة يا رب العالمين. وشكر الله مسعاكم جميعا.